مشاهد كذلك وصولا من خلال تواجد المنافسات مع سراب حمد بن خويتم العامري. تهانينا والناموس. نتواصل أيها الحفل الكريم ونجدد الترحيب واللقاء بكل عشاق الأصالة، بكل محبي هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات الرائعة في أرضية ميدان الوثبة في انطلاقات اليوم الثاني من ختام السنوي لسباقات الهجن في أبوظبي في ميدان الوثبة في انطلاقة اللقايا. شوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم أعلنت انطلاقته في هذا الصباح وفي هذا الانطلاق ليحمل هذه الشعارات وهذه الأسماء من الأخوة أبناء الخليج أبناء دول مجلس التعاون للمشاركة بشعاراتهم الجميلة بالأعداد الكبيرة والرائعة. 147 مشارك في هذا الشوط في هذا الانطلاق يدل على الاهتمام بالانطلاق في هذه الرياضة العربية الأصيلة. كثرة الأعداد والانطلاقات مباشرة مع الجعدان المهجنات الأصايل. نسير مع مقدمة الشوط يتصدر المشاركين ويتقدمهم هذا يقود هذا السيل شاهين مشاهدين مع المقدمة عمار. يا عمار عمار على هذا الفوز. سيف بن عبيد بن غنام المزروعي وبالعضيلي قادم، بالعضيلي قادم مع مهاجر 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 في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام. سالم بن محمد بالعضيلي العامري يسحب بساط المركز الاول ليحمل سلاماتنا لهالي العين في هذا الصباح الجميل. تهانينا لسالم بن محمد بالعضيلي العامري. سلام الطوية، سلام على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني لعبد الله بن علي بن رزق العجمي اللي وصل في المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي هو عمار لسيف بن عبيد بن غنام المزروعي، بينما المركز الرابع بنشوف المركز الرابع حتى تابع اللي في المركز الرابع لمكتوم بن ابراهيم بالكور المزروعي. هذه الأربع المراكز اللي حاولنا التمكن في حالة وصولها إلى خط نهاية من معرفتها، وهذا هو اللي هو مهاجر تحقيق ناموس الفوز. تهانينا تهانينا البلعضيلي، تهانينا على هذا الفوز. سالم بن محمد بالعضيلي العامري. التوقيت الزمني 7:42.05 من الثانية، وتهانينا وسلاماتنا لهالي العين. بينما المركز الثالث اللي وصل في المركز الثاني عموما على كل حال التوقيت الزمني في هذا الشوط بين الثاني والثالث كان الدخول جماعي. نترك ذلك للجنة خط النهاية. 7:43.04 واربع اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الاخوة الفائزين بالمراكز الاولى.